طبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. ساعة شهية وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم الممتع الجميل على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال، وبرنامجكم المميز جدا برنامج ساعة شهية. زي ما وعدناكم قبل كده بنوفي بوعدنا، وآدي الحلقة كررت حلقة الشيف إيهاب. أنا بقول لكل السادة المشاهدين اللي تواصلوا معايا عبر صفحتي وصفحة برنامج ساعة شهية وعبر التليفونات وتليفونات الصبحة، الشيف إيهاب جه معاكم، شيف مصر جه معاكم تاني. تعالوا مع بعض نرحب بضيفنا النهارده بالشيف إيهاب شيف مصر، وبعد كده نرجع ندردش مع بعض ونقول كل اللي عايزينه. اهلا وسهلا يا شيف. اهلا وسهلا بيك، نورتني. نعم والله، وشكرا ليك على تشريفك مره تانية. تسلم لي، انت ليا الشرف والله. طبعا حاجه جميله والله. والله انا ليا الشرف ان انا اكون معاك. انت حد مجتهد وما شاء الله مبدع في المطبخ، ربنا يخليك يا رب. طيب نقول للساده المشاهدين انت هتقدم لنا ايه النهارده؟ النهارده اول صنف هنعمله، هنعمل شاورما فراخ بالمشروم والكريمه اللباني. شاورما فراخ بالمشروم والكريمه اللباني والكريمه اللباني. تاني حاجه النهارده هنعمل بقى حاجات يعني اللي هي بتاعه بلدي بقى، اللي هي الصعيد بقى، وننزل لفرع الصعيد بقى. وهنا بقى انت جايب طواجن بقى. لا، هو الاكلات في الطواجن طبعا لها طعم تاني مختلف جدا ومميز جدا عن اي حاجه بعملها. تمام، زي الفل. وطالما قلنا طواجن بقى يبقى اكيد فيها فريك. احنا عندنا في الصعيد اساس الطواجن بتاعنا فريك، فريك طاجن فريك. تمام. طب النهارده بقى هنعمله بقى بطريقه مختلفه. يعني احنا متعودين على طاجن الفريك بتاعنا ان احنا بنعمله باللحمه الضاني، لحمه كندوز، الكلام ده. لا، احنا النهارده هنعمله بقوانس فراخ. قوانس فراخ ممتاز، شكل جديد وحاجه جديده. وكمان طعمها كمان مختلف، نخلي طريقتها لما نجيلها اكيد. هنعمل ايه تاني النهارده؟ النهارده برضه هنعمل مع بعض ام علي بالبلح. نعملها بالبلح بقى والكريمه الجنتي واللبن والسكر البودره وبتاع، وهنعملها كده بطريقه جديده ولذيذه. يعني هناكل ونحلي طبعا. طيب، لا ولسه كمان بقى اخر حاجه. فعندنا ايه تاني؟ هنعمل النهارده مشروب موز باللبن والكريمه. موز باللبن والكريمه، بس لبن جوز هند. دي حاجه تانية بقى. وكمان بقى هندخل كمان بقى كمان في كده تركايه، اللي هي بواقي الكيك الفانيليا اللي موجود عندي بالكريمه او اي كيك فانيليا عندي، بحيث اللي هو بيخليني وانا باكله في بابلز كده. لا، بابلز حلو قوي، يعني بيدوب كده كمان في البق. طيب عشان وقتنا نقول لك يا شيف ابدا، ونقول لكل الساده المشاهدين تواصلوا معانا من دلوقتي على طول عشان نسال ونستغل. طيب، وقت الشيف إيهاب معانا ونجاوب على كل اسئلتكم. دلوقتي بقى معانا نبدا هنعمل ايه يا شيف؟ دلوقتي معايا حلتين، عايزك تشرح واحده واحده. دلوقتي معايا حلتين على النار، حطيت فيهم ماده الدهنيه بتاعتي، سمنه بقى، زيت، اي ماده دهنيه بتكون موجوده عندي بالطريقه اللي احنا شايفينها. اول واحده هحط فيها اللي هي دي طبعا، بس هي بتاع عشان سخنه شويه، عشان انا مولعه، عشان لازم الحله بتاعتي تكون سخنه. تمام، زي الفل. كمان انا شايفك نفس تقطيعه البصل اللي هنا مش زي اللي هنا. لا، دي تقطيعه جوليان اللي هنعمل بيها الشاورما بتاعتنا. التقطيعه دي بتكون تقطيعه اسمها جوليان، او طريقه البصل الجوانح. تمام. اللي هو زي الست البيت اللي بتعمله. دي هنا برونوزات علشان نعمل بيها، وبرده قطعناها القطع الصغير، اللي هو المكعبات الصغيره بمعنى اصح، عشان برده ست البيت تعرف احنا بنعمل ايه بالظبط. دلوقتي حطيت الحله على النار، والحله سخنه عندي اهم حاجه. حطيت فيها اي ماده دهنيه، زيت، سمنه عندي، زبده، اي نوع من عندي. البصل الجوليان هبتدي اول ما اخلوش ياخد لون، يعني اول بس كده ما احس اللي هو ابتدى يدبل معايا، هنزل عليه بايه؟ بالمشروم بتاعي. بس مش هنزل بالمشروم دلوقتي، هنزل بالمشروم في الاخر عشان المشروم روحه خفيفه ما بياخدش سوا معايا كتير. طب هعمل ايه؟ هجيب صدور الفراخ اللي انا عاملها عندي، وهبتدي ان انا انزل بيها، بس هنزل بيها على مراحل، مش هنزل بيها مره واحده، بحيث ان الحله بتاعتي ما تبردش مني، وتاني حاجه ما تديش الفراخ الماء، يعني الفراخ بتاعتها ما تنزلش ميتها. يعني اهم شيء كده انا انزل، يعني انا انزل حبه حبه عشان كمان الحله عشان تقفل معايا، ما تجيبش معايا ميه، ما تبردش، والحله كمان بتاعتي ما تبردش مني. دلوقتي هشيل دي كده عقبال ما انزل الفراخ، اخر جزء من الفراخ، وهبتدي اوريك هنعمله ازاي. تمام يا شيف، ربنا يخليك. والله انا بكون مستمتع جدا وانا معاك وفي البرنامج بتاعك الجميل بجد والله. ما شاء الله، يعني احنا كده لازم تكون النار سخنه، الحله سخنه بتاعتي او الطاسه او ايا كان انا هعمل فيها ايه، لازم أن تكون سخنه. بصوا بقى، بعد ما التكات دي بتفرق يا شيف. اكيد طبعا، التكات البسيطه دي اكيد. بص بقى، كمان دلوقتي كده البصل بتاعي ابتدى ياخد اللون الذهبي بتاعي، هبتدي اول حاجه اعملها ايه؟ انزل فيه القوانص.
ده البصل اللي احنا مقطعينه مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي انزل فيه القوانص برضو واحده واحده. تمام يا شيف رائد؟ وقلنا ليه؟ قلنا علشان ما بردش الحله بتاعتي وتنزل الميه بتاعتي، محتفظه بالسخونه بتاعتي. بص بقى كمان كده الفراخ بتاعتي ابتدت تلون، واهم حاجه واهم تكه ان انا ما اديش التوابل بتاعت الفراخ بتاعتي او اللحمه او ايا كان التوابل قبل ما تخش في السوى بتاعها. يعني انا ما اقدرش ان انا دلوقتي اديها توابل ولا كان حتى ملح، ابسط نوع توابل عندي موجود في كل مطبخ ما اقدرش اديه للحاجه بتاعتي لحد ما توصل. تمام. لو عندنا اتصالات ندخل من دلوقتي اتصالات، نبدا ناخد اتصالات ان شاء الله. تمام. كمل تاني القوانص يا شيف. نزلتها واحده واحده. طبعا القوانص بتاعتي انا غسلها بميه بملح وخل، تمام، عشان اضيع منها اي ريحه زفاره. نفس الطريقه دي كده ابتديت اعمل الفراخ. بص بقى منظر الفراخ ابتدى يلون معايا. تمام كده، احنا بس عايزين لو نحتاج نعلي النار سنه. تمام. والقوانص بتاعتي انا شغال معاها. طب الفريك بقى بتاعي، الفريك بتاعي انا عامله ازاي؟ الفريك ده اخضر بلدي، يعني انا حبيت بقى قلت طالما احنا هنعمل طواجن بقى ونشم ريحه بلدنا والارض بتاعتنا كده، احنا نجيب بقى. نجيب بقى، ما رضيتش اجيب المستورد. طبعا البلدي بياخد بيكون فيه تراب او بيكون فيه رمله وكده واتربه، فانا بعمل فيه اول حاجه بنخله بالمنخل بتاعي. طب لو ما عنديش منخل بعمل ايه؟ بحطه في حله وكل شويه افضل اقلب فيه واصفيه، واصفي الزباله بتاعته، اصفي الرابش اللي فيه. تمام. تمام. بعد كده بسيبه اخر مره، الرابش هيطلع فوق والطينه هيبقى تحت لمده 3 مرات. بعد كده بسيبه الفريك البلدي اقل حاجه يقعد فيها 3 ساعات. كل ما بيقعد اكتر في الميه كل ما هو بيطرى، وحبايه الفريك ذات نفسها بتفتح وبيتساعدني اللي هو يستوي بسرعه في الطاجن يعني بتاعي. يعني الفريك العامل الاساسي بتاعه في السوى هو بله في الميه، مش على النار. لا مش على النار، الفريك عمره ما يستوي على النار، هو بس بيشد معايا وبنكهه بباقي النكهات بتاعتي اللي هي بقى التوابل بتاعتي. اذا كنت انا هعمله مثلا طاجن زي ما احنا عاملين النهارده، الطشه بتاعته بقى بالطماطم اللي احنا هنعملها دلوقتي، بالثوم، الكلام ده كله. طب انا مثلا مش هعملها هعملها مثلا بفراخ محشيه او ايا كان، هبتدي اعمل ايه؟ الفريك بتاعنا بنفس النظام كده. تمام. دلوقتي اول حاجتين هم المشروم اخر حاجه، صح؟ المشروم اخر حاجه، هسيبهم طبعا على النار دلوقتي يعملوا معايا. هبتدي اجهز الطبق الثالث، وبرضه احنا شغالين براحتنا خالص. تمام زي الفل. تمام، عقبال بس ما دي ايه تشد معايا شويه بقى ام علي، وهنعملها النهارده بالبلح. وطبعا ام علي في ناس بتحبها ومش معتقده انها بتكون حلوه قوي زي ما بتكون بسكر ولبن بس، زي ما احنا متعودين عليها كده في البيت بتاعنا العادي الطبيعي بتاعنا، اللي هو الطبيعي بتاعنا. احنا النهارده هنعملها بالبلح. وكمان نرجع تاني. تمام. استاذه ساميه اهلا وسهلا بحضرتك، شكرا ليك، عاود الاتصال بينا مره ثانيه. معلش الخط قطع ولا يهمك. تمام. دهنا الطاجن بتاعنا. طيب معانا اتصال تاني يا شيف. تمام. استاذ هاني. ازيك يا شيف؟ السلام عليكم. عليكم الصحه وبركاته استاذ هاني، ازي حضرتك؟ ازيك يا باشا، امبارح استناك يا شيف، امبارح ما جيتش امبارح. نعم امبارح استناك الحلقه امبارح. امبارح استنيت الحلقه، ربنا يبارك فيك. معلش، هو احنا بس عندنا ترتيبات خاصه كده في القناه، فاحنا ان شاء الله مخلين مؤقتا حلقه واحده هتبقى كل يوم اثنين لعوده البرنامج مره ثانيه. طب احنا كنا بنستنى امبارح استناك، متعودين كل يوم نشوفك بقى. معلش لا احنا بنرتب ان شاء الله، بنرتب وان شاء الله احنا شغالين دلوقتي يوم واحد في الاسبوع اللي هو يوم الاثنين في نفس الميعاد من 8 ل 9، وان شاء الله هنرتب الحلقات الثانيه باذن الله. شكرا ليك وشكرا لمتابعتك ومتشكرين جدا لسؤالك. ربنا يبارك في حضرتك. دايما بتألق كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. حبيبي يا شيخ، السلام عليكم. وبركاته. دلوقتي بقى عملت ايه يا شيف رائد؟ بعد ما الفراخ بتاعتي خدت لون والقوانص بتاعتي خدت لون، هبتدي ان انا احط لها اول حاجه الملح بتاعها وابتدي ان انا اتبلها. تمام؟ حطيت ايه بقى وايه هي التوابل للصنفين بتوعي؟ حطيت ملح، هدي له رشه من الفلفل الاسود للاثنين يا شيف رائد، يعني للطبقين بيعتبر مشتركين في نفس نوع التوابل. تمام. مرق الدجاج برضو للاثنين، نفس التركيب، بحيث بس يعني ان هو برضو يديني طعم. طب ايه هي الحاجه اللي محطوطه هنا ومش محطوطه هنا؟ الحبهان بقى، طالما قلنا طواجن اساسها حبهان.
ونوع تاني رش جوزة الطيب مطحونة بالطريقة اللي احنا شايفينها دي. ده اللي احنا حطيناه فين؟ في الطاجن اللي احنا هندخله في فرن بتاع الفريك ده القوانص. ده بتاع القوانص طاجن الفريك. تاني حاجة تالت حاجة اللي هحطها في الطاجن ورق الغار. ورق الغار اللي هو ورق اللوري. هديها رشة جوزة الطيب خفيفة خالص مش هكترها. تستعالي جوزة الطيب ده. لا طبعا طبعا بس هي بس لما بتزيد شوية بتمرر معايا. بس هي تستاهل بصراحة لها نسبة معينة جداً. يعني وكمان يعني انت كمان لو شايف الريحة دلوقتي اللي طالعة ما اقولكش. تسلم ايدك يا شيفنا الجميل. ربنا يخليك والله تسلم لي يا شيفنا. تمام نكمل بقى حكايتنا مع ام علي. طبعا اصل ام علي دي ايه؟ وايه وسميناها ام علي؟ اصل ام علي واساس كلمة ام علي او ليه سموها كده مرات عز الدين ايبك الثانية مش شجرة الدر. كان عندها ولد اسمه علي. ولد دون كان عنده زي ضمور في المخ او اللي هو نسبه اعاقه خفيفه شويه. ايوه في المخ تمام. فالولد دون لما جه عز الدين ايبك يتجوز شجره الدر حجمت عليه شجره الدر اللي هو يطلق مين؟ ام علي اللي هي زوجته الاولى. فلما طلقها هي حبت تنتقم منه فراحت اجرت ناس وموتت خلوهم يموت مين؟ عز الدين ايبك. فمن ساعتها راحت عملت احتفال رد كرامه ليها. فلما حصل كده ايه اللي حصل؟ عملت طبق من عجينه مش زي من بواقي العيش اللي هي الخبزاه دخلته يعني زي ما بنقول كده دخلناه يتحمص شويه في الفرن البلدي بتاعنا اتحمص وعملته بسكر ولبن وابتدت توزع على كل الناس اللي قاعده على اللي هي ام علي دي لبن ونحط عليه سكر كده ومكسرات. أيوة. لا ده اكله مشهوره طبعا في اسكندريه. اكله مشهوره جدا في اسكندريه. هي دي القصه. فاحنا طورناها لحد ما وصلنا لعيش الملفي. ايوه اللي هو العيش الملفي وكمان ممكن اعملها ببسكوت الساده عادي جدا مش هيفرق معايا. ولكن هي دي قصه ام علي. هي دي القصه يعني بطريقه سهله كده. هنبتدي دلوقتي بقى بعد ما خلاص كده دخلت في السوا بتاعها. ام علي عرفت تعمل لنفسها تاريخ. طبعا يعني وبص من حاجه لا تذكر. بعد ما موتته حبت تحتفل بس احتفالها كان حلو بصراحه يعني عجبنا كلنا لحد دلوقتي. الله يسامحك يا ام علي يعني تموت الراجل تموت القاتل وتمشي في جنازته زي ما بنقول. خلاص بقى ما هي عملت اللي هي عايزاه يا باشا. يعني انا كده بناكل باحتفال ميت. هنعمل ايه بقى بس طعمه حلو يعني هو طعمه حلو بصراحه يعني خلينا متفقين على كده. حلو يا جماعه ولكن احنا قلنا ايه اللبن الاصل مثلا ايه الاصل معانا اللي هي اكلتنا ايه الجميله دي. ام علي دي طريقتها بقى يا شيف انت بتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي جبنا عجينه الملفيه عشان يكون سهل وخفيف معانا وان احنا نبتدي نعمله ما تكونش الدنيا صعبه. ما عنديش طبعا عجينه الملفيه شيف ممكن اعمله بايه؟ ممكن اعمله بعيش التوست اللي متبقي عندي ادخله الفرن يتحمص ويطلع احطه في طاجن ام علي. طب لو ما عنديش عيش توست يا شيف اعمل ايه؟ بسكوت الساده اي نوع بسكوت ساده ببتدي اجيبه واعمل بيه. تمام يعني كده مش هنقف على العيش الملفيه. هحط اللبن زي ما هي تحتاج عشان ام علي ملهاش مقدار معين للبن فهوريكم دلوقتي وهقول لكم الطاجن زي ده خدوا مني ايه. طب دي ايه بقى اللي انا هحطه مع اللبن دون؟ معلقتين كريم شانتيه كبار ومعلقتين سكر بودره كبار. تمام كده معلقتين كريم شانتيه كبار تمام وسكر بودره كبار تمام اتنين واتنين حاجه خفيفه كده. طيب. وسهله. ايه رايك بقى نكمل بس بعد ما نطلع فاصل؟ اكيد مفيش مشكله. فاصل وبعدين نرجع معاكم نواصل. اوعوا تروحوا بعيد ونرجع تاني. خطوه بطريقه بسيطه جديده ساعه شهيه وفي مطبخنا هنتعلم اكلات صحيه مفيده ورجعنا لكم بعد الفاصل معاكم ومع الشيف ايهاب نواصل. يلا نشوف مع بعض الشيف ايهاب وصل لحد ايه دلوقتي. احنا عملنا ايه؟ حطينا شويه من اللبن دوبنا فيهم الكريم جانتيه. احنا كنا واقفين عند معلقتين سكر بودر ومعلقتين كريم جانتيه بودره كريمه شانتيه. تمام. بعد ما حطيناهم مع شويه اللبن وخفقناهم كويس قوي هبتدي اكمل علشان كل اللبن بتاعي ياخد من الكريم جانتيه والسكر بتاعي. تمام هبتدي كده زي ما احنا شايفين. حلوه ام علي دي. طبعا ربنا يهدي علينا كل ام علي. ربنا يهدي كل الستات. طبعا ست البيت اللي قاعده دلوقتي وعندها علي وابو علي بقى هو اللي يقلق على نفسه. حبيبي يا شاهد بتقول ايه؟ بعد ما حطينا كده هنبتدي نرص البلح. سلم لي على ام علي. هنبتدي بقى دلوقتي بعد ما سقينا اول عرفت طبقه. عرفت قصه ام علي؟ بعد ما سقينا اول طبقه
باللبن والكريمه. هبتدي بقى احط البلح في النص كده بطريقه عشوائيه. طبعا لو عندي بلح كتير بقى وبحب البلح فافرش بقى براحتي. على فكره دي ممتازه جدا بالقيمه الغذائيه، لبن مع تمر حاجه حلوه جدا كمان لمرضى الكوليسترول ومرضى الضغط، جميل جدا جدا جدا. هبتدي ان انا انزل بالطبقه الثانيه كده على طول، مفيش مشكله خالص لما انا اكسرها كده بحيث ان انا املى الوش بتاعي. كل ده طبعا هيهبط معايا اول ما اخلص. تمام، ممكن اعملها في طواجن صغيره يا شيخ. اه طبعا، وبتكون احلى كمان، وكمان بقى لما اديها قشطه من على الوش بتديني طعم احلى بكتير كمان يا شيف رائد. تمام، دلوقتي بقى هبتدي اسقيها اللبن بتاعها. ناخد زهره ونرجع لك تاني. مش تمام. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عايزه طريقه ام علي. احنا لسه بنعمل في طريقه ام علي وهنعيدها لك حاضر تاني. ام علي، عند حضرتك ايه سؤال تاني؟ انا بحب اكلاتك جدا. ربنا يبارك في حضرتك، تسلمي لي، الله يكرمك، بارك الله فيك. عندك اي سؤال تاني؟ ايوه، ممكن اعرف طريقه الدونات؟ الدونات؟ أه؟ الدونات؟ وبالطريقه دي بقى هستاذنك معلش يا شيف رائد. الدونس او الدونت، في ناس بتقول عليه الدونس وفي ناس بتقول عليه الدونت. حاضر اجاوبك عليه. هستاذنك ان احنا تمام. طيب انا عايزك بقى معانا تليفون تاني. هاني، ودلوقتي بقى هاني، السلام عليكم يا هاني. بص بقى يا شيف رائد كده وصل معايا، هاني وصل معايا الشكل عامل ازاي. طيب ماشي، حاول تتصل بينا تاني يا هاني معلش. هبتدي انزل عليه بالفريك. طيب استاذنك يا شيف اروح اودي ده الفرن. اتفضل. طيب. عشان برضو نكسب وقت. انا هروح كده ايه اسيبك اودي الفرن. ونزلت عليه بقى كده بالفريك وبديله تقليبه كده كله في قلب بعضه بحيث ان الفريك بتاعي ياخد من الطعم بتاع الاونس. طب وبعدين هبتدي ان انا اعمل ايه؟ معلش بس كده امسح دي، امسح دي كده. هبتدي عندي عصير طماطم، عندي اي عصير طماطم موجود عندي اللي انا عاملاه في البيت، او ما عنديش عصير طماطم كده الطاجن يا شيفنا في الفرن. اه طاجن ام علي. طاجن ام علي. اه احنا جاوبت على ام علي تاني، ونعيد طريقه ام علي بعد ما تخلص. بعد ما تخلص نعيد طريقه ام علي. تمام. وابتدي بس ازودها كده شويه ميه بحيث انها تكمل. احنا كده شغالين في الكبد بتاعتها. في الطاجن الفريك، طاجن الفريك بالاونس. بالاونس كده انا يعتبر هقفل عليه دقيقتين بالظبط، وبعد كده هاخده في الطاجن ويدخل الفرن. يقعد قد ايه؟ هدخله الفرن، هيقعد في الفرن من حوالي 30 دقيقه ل 25، من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. ودلوقتي بقى بعد ما الشاورما، نص ساعه. بعد بقى ما الشاورما بتاعتي وصلت معايا للمرحله دي كده واتشربت من المشروم، هبتدي انزل عليها بالكريمه عندي بالشكل ده. كريمه لباني؟ كريمه لباني، كريمه طهي. كريمه طهي بس مش كريمه حلويات، في فرق بين كريمه الحلويات وكريمه الطهي علشان الفولت اللي مع الضرب بيعلى جدا. فهبتدي ان انا اعمل ايه؟ ازودها شويه من الحليب بس مش كتير علشان انا مش عايز شوربه كريمه او مش عايز شوربه دجاج، انا عايزها استمتع بالشاورما بتاعتي مع الكريمه بتاعتها مع المشروم. فانا هسيبها بس كده على النار انها تكمل 3 دقايق بالظبط وهشيلها. هزود لها بس كده رشه جوزة الطيب ورشه فلفل اسود، وكمان هديها رشه ملح علشان اعوض الكريمه بتاعتي واعوض اللبن اللي انا حطيته. تمام، تسلم ايدك يا شيف. ربنا يخليك يا رب يا شيف. ام علي بقى نجاوب نعيدها كده بسرعه تاني. تمام، هقولها طريقه ام علي تاني. طريقه ام علي، عجينه الملفيه او ما عنديش هشتري بسكوت وبحط معاها معلقتين من السكر البودره ومعلقتين كمان من معلقتين من السكر البودره ومعلقتين من كريمه الجانتيه، وببتدي اخفقها مع اللبن، ولو عندي عسل بحط معاها. طب لو ما عنديش وبدهن الطاجن بتاعي سمنه، لو ما عنديش عسل مفيش مشكله ممكن استبدله بالسكر البودره اللي انا حطيته معاه. وبعد كده بدخلها الفرن، بتقعد حوالي من 15 دقيقه ل 20 دقيقه، وبعد كده بتطلع برش عليها المكسرات بتاعتي اللي انا بحبها. تمام، ودلوقتي خلاص كده الفريك، طاجن الفريك خلاص معانا، هنسيبه بس دقيقتين وهبتدي اخش في الصنف الرابع معايا وهو العصير. تمام، احنا عندنا صنف رابع كمان. طبعا.
انا شايف انت جايب كسر. لا مكلفين كمان. هبتدي اخد الموز بتاعي. الموز هنعمل عصير. انت قلت العصير هيبقى عباره عن ايه؟ العصير بتاعي عباره عن لبن، جوز هند، عسل، وموز، وشويه كريمه لو موجود عندي، كريمه حلواني. تمام، ببتدي اقطعه كده بالشكل دون، اي شكل انا عاوزه. هبتدي لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. انت ممكن بقى تساعدني انت بقى في تقشير الموز. هحط عصير بالبقدونس؟ لا، ممكن نعمل بالبقى. احنا ممكن على فكره نعمل زيت منكه بالبقدونس. عباره عن ايه؟ 100 جرام من زيت الذره، اي زيت، زيت عبادي الشمس او زيت ذره، و100 جرام تاني من زيت الزيتون، وابتدي احط معاه حزمه بقدونس بعد ما اسلقها لمده 5 دقائق على اعملها بلانشيه على النار. اول ما انزلها يا دوبك دقيقتين واطلعها في ميه السخنه، اعمل لها حمام تلج عشان اللون بتاعه يفضل زي ما هو. وبعد كده اديها ملح وفلفل، ويبقى زيت منكه عندي اقدر ان انا اطعم بيه اي اكله موجود عندي. يعني ده سهل جدا، اعمل زيت منكه كده حاجه جميله جدا والله. شفراء. طيب استاذ عبير نرجع لك تاني. اتفضل. الو 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 الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا سيف؟ ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله، امورين كويسه الحمد لله. وقتي كده بعد ما اتفضل. انا معاك. ازيك شفراء؟ عايزه اعرف طريقه الكفته المشويه. الكفته المشويه حاضر، قلناها قبل كده وكمان اتطلبت منها كتير يا شفراء، وهنعملها في كذا حلقه جايه. الكفته المشويه عند حضرتك. اي سؤال تاني؟ عايزه اعرف طريقه الكولسلو. الكولسلو على فكره عملنا الكولسلو، ممكن تراجع الحلقات بس هنجاوبك برضه، وبسيط وسهل، عملناه مع في حلقه الشيف فاتن هنا نفس الطريقه دي كده. استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ دخل لنا. اتفضل، وطينا بس التلفزيون شويه ونتكلم للتليفون. انا سامعك، اتفضل. الو، انا معاك، اتفضل. بقول لك انا بس هاخد دقيقه بس نطك، هو طبعا ان انا هقول له ده مش تبع البرنامج، بس دقيقه بس. اتفضل. هو يعني انا موجه رساله للدول العربيه زي السعوديه ومصر والدول دي انهم يتحدوا. طيب عملنا ايه عقبال ما استاذنا يرد علينا؟ حطيت الموز. طيب انا صوتك راح، معلش رسالتك تقريبا ما سمعتهاش، معلش حاول تتصل بيها تاني، يعني معلش حاول تتصل بيها تاني ونعرف انت عاوز ايه. تمام، اودي لك ده. وانا برضو دلوقتي عملت ايه في العصير؟ حطيت لبن، حطيت جوز هند، حطيت عسل، حطيت موز، وهبتدي ان انا اضرب كده واحده واحده عندي، وعندي الفراخ بتاعتي شغاله على النار عندي. دلوقتي بقى هنزل بالحاجه اللي هتخليها لي بابلز، واللي احنا قلنا عليها في اول الحلقه انها هتكون مفاجاه جدا في العصير يا شيف رائد، وهي اي بواقي كيكه فانيليا عندي ببتدي ان انا انزلها واطحنها، بتديني بابلز كده، ولما كمان تكون قطع، او انا ممكن استبدل الكيك دون بمكعبات التلج الموجوده عندي. نرجع لك تاني. اتفضل يا جنى، اهلا وسهلا بيك. جنى اتفضلي، انا سامعك. عايزه طريقه الزلابيه. نعم، عايزه طريقه الزلابيه. الزلابيه عملنا الزلابيه مع الشيف هاني، ونقولها لك حاضر تاني. ماشي، عايزه اي سؤال تاني؟ حلو مطلع يا جماعه. انا بوجه رساله لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا برنامجنا واللي بيسالوا عن حاجات احنا عملناها قبل كده. في عندنا على اليوتيوب، ادخلوا اكتبوا ساعة شهية تظهر لكم كل حلقات البرنامج. اللي عاوز حاجة بقى ايه يبحث عليها، واللي عاوز حاجة ايه يحاول ايه يتبع الخطوات والطريقة بالمقادير، وكل حاجة موجودة على ايه على اليوتيوب. العصير عبارة عن ايه؟ شفنا نعيد تاني. لبن وموز وعسل وجوز هند، وحطينا في الاخر شوية
من بواقي كيك الفانيليا اللي احنا بنعمله في البيت، بيكون بيديني البابلز بتاع العصير وبيديني قطع كده بيكون طعمها جميل. ممكن استبدله بايه ويكون سموزي لبن جوز هند بالموز، موز ولبن جوز هند، ان انا احط له مكعبات التلج عندي احطها في الخلاط وبرده ابرشها، بيكون عامل زي السموزي بالظبط وبرده بيديني طعم حلو قوي. خلاص كده يعتبر الشاورما بتاعتي. بس انا خلاص هغرف، هحط هصب العصير بتاعي وهرجع اشيلها ونبتدي نغرفها معانا ونرد على الاسئله وبعد كده نعرض الحاجه. طب احنا تقريبا وقتنا قرب ينتهي، انا راح اجيب لك الطواجن. طيب الطاجن كده معاك وانت ايه تصب العصير وانا اجيب لك ايه الطاجن. ماشي خلاص تمام. تقريبا عندنا 3 4 دقائق كده على وقتنا. بصوا بقى يا جماعه كده العصير منظره جميل جدا والكيك كمان داب في العصير، وانا بقى بحس بطعم الكيك كمان وانا بشربه والفانيليا اللي انا بعملها نفس الطريقه دي كده. هبتدي ان انا انزل الجزء دون عندي اللي انا مش محتاجه، وممكن اعمل نعمل منظر بسيط كده معاكم للعصير بتاعي وهو الكريز. الكريز من الحاجات المفيده جدا لمرضى فقر الدم، وكمان جميل جدا 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 للناس اللي عندهم خفض في الكوليسترول. الكريز من الحاجات الفاكهه الحلوه جدا، في مننا كتير ما يعرفهاش بس هي جميله جدا 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 جدا، وكمان مش مكلفه قوي، ومش مكلفه قوي وطعمها حلو جدا. طب ام علي بتاعتي خرجت، هبتدي ان انا اي نوع مكسرات مشكل عندي هبتدي ان انا اديها كده رشه خفيفه منه من المكسرات بتاعتي كده، وهبتدي ان انا احط لها دي كده. وعندي هنا خلصت خلاص الطاجن بتاعي بعد ما قعد في الفرن، وطبعا احنا عشان بس وقت البرنامج يا شيف رائد فاحنا طلعناه، اما هو هيتساب في الفرن مثلا بتاع 35 دقيقه او 30 دقيقه. تمام تمام نغرف بقى كده وانا هختم وانت اغرف. طيب. ايه رايك؟ تمام. تمام انا برضه هغرف حاجه كده. هنغرفها ايه معاك؟ اخر حاجه هغرفها معايا اللي هي الشاورما الفراخ بتاعتي بالكريمه والمشروم. والشيف ايهاب بيختم. بقول لكل الساده المشاهدين اللي ما بيلحقش يتواصل معانا على الارقام الموضحه على الشاشه، يتواصل معانا عبر صفحه برنامج ساعه شهيه على الفيسبوك او صفحه الشيف رائد ابن النيل، وانتظرونا وانتظروا من ساعه شهيه كل جديد. وبقول للشيف انت نورتنا. ربنا يخليك يا شيفنا، انا اللي ليا الشرف وليا الكبير ان انا اكون معاك في حلقه في برنامجك. حبيبي ربنا يبارك. شكرا لحضرتك جدا جدا جدا. تسلم لي. واقول لكل الساده المشاهدين انتهت حلقتنا ولكن ما انتهاش برنامجنا، انتظرونا في حلقات جايه كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخنا هنتعلم اكلات صحية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة موعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم اكلة جديدة وطرق التقديم وياكم.